إلى الأزمة السودانية، حيث تستمر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الجلسات التحضيرية للحوار السوداني السوداني بغية إيجاد أرضية مشتركة ما بين الساسة والأطراف المتصارعة لإنهاء حالة الحرب المستمرة لأكثر من عام. يسعى المجتمعون إلى وضع أسس تسهل على السودانيين إمكانية تحقيق السلام. ومن أديس أبابا ينضم إلينا مراسلنا جابر منصور. جابر، إذن أين وصلت أبرز هذه الجهود؟ نعم إيمان، طبعا الجلسات مغلقة لكل الأيام التي يعني يتم انعقادها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لكن جل الأمر أن السودانيين يتفقون ويختلفون في كثير من القضايا، لكن يتفقون هذه المرة حتى المتناقضين في الرؤى السياسية المختلفة بأن مثل هذه الاجتماعات المختلفة تشير إلى أن هناك نضج سياسي وأن السودانيين يودون أو يريدون الحصول على توافق وطني حول العديد من القضايا. سبق وأن انعقدت في أديس أبابا جولات كثيرة لقوى سياسية مختلفة، منها تقدم وقوى سياسية أخرى، وفي المقابل الآن الكتلة الديمقراطية ومن هم أقرب ربما إلى الجيش وقوى مختلفة ويعني حركات مسلحة الآن يناقشون عديد من القضايا. أهم هذه القضايا التي يتم نقاشها هو وقف إطلاق النار بشكل فوري وسريع ووصول المساعدات الإنسانية، وهذه ربما القضايا الأساسية والملحة في هذا الوقت. الضروري في الأمر أن هذا الحوار لهذه المرة هو سوداني سوداني، وأن ما تراه الإيجاد وكذلك الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي أن المشكلة السودانية لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار السوداني السوداني لمعرفة مشكلاتهم، خاصة وأن كثير من المحاولات في عدد من الدول من دول الجوار وفي دول عربية وأفريقية فشلت سابقا أو ربما لم تجد الحلول المناسبة. محاولات أيضا جادة، ربما هناك لجنة رئاسية خماسية هذه المرة يترأسها يوري موسيفيني قد تأخذ طريقها أو عملها إلى النفاذ من خلال الأسبوع المقبل، خاصة وأن من ضمن هذه المحاولات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد كان قد وصل إلى بورسودان وجلس إلى البرهان، وهناك كانت ربما تسريبات لم تتضح حتى هذه اللحظة لكن تشير إلى وقف إطلاق الحرب بين الأطراف المختلفة، وهذا الأمر يعتبر ضروري بمكان رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بشأن السودان محمد بن شباس كان قد صرح لإسكاي نيوز عربية أن هذا الأمر السوداني يجب أن يتوقف، أن هذه الأزمة التي حصدت الآلاف وأكثر من مليون الآن يواجهون ربما مجاعة في السودان على السودانيين أن يتوجهوا إلى مشكلاتهم وأن يضعوا أرضية مشتركة لحلولها، خاصة وأن الصراع يتمدد في كثير من المناطق وأن طرفي النزاع لم يكن بمقدورهم حتى هذه اللحظة الجلوس إلى طاولة واحدة، مما يعقد المشهد السوداني وكذلك يستمر هذا التعقيد في دول الجوار، خاصة وأن السودان له حدود مفتوحة مع عدد من الدول وتكون تأثيراته سالبة إذا ما تمددت الحروب بشكل كبير ربما. شكرا جزيلا لك جابر منصور، إذا مراسلنا من أديس أبابا على هذه المتابعة.